فطائره لها يعني هذه كله من تفكيرك واختراعك؟ لا والله هي موجود يعني كفكرة. الاشياء هذه بس بتجمعها على جميعها والتصميم كان موجود. ففي 85 قدمت للجيش وكان في شخص ساعدني وانا اشكره واتمنى اني اشوفه. نعرف اسمه؟ مع دولة الرئيس معروف البخيت. نعم. دولة أبو سليمان السيد. وإذا دولة أبو سليمان إنك مراقب البرنامج أنا أتمنى إني أسلم عليك وأشكرك على كل الأشياء اللي سويت لي إياها. فقدمناها للجيش ويعني على أساس أنها هدية مني للجيش لأنه أنا ما ببيع شيء لبلدي. أنا بحب أعطي لبلدي. فكانت ما في أذن صاغي في هذاك الوقت. يعني قابلة للتطبيق كانت؟ قابلة للتطبيق ذاك الوقت والآن. وما زالت الفكرة. لكن لا حياة لمن؟ لمن تنادي. يعني نتمنى من خلال يعني هذا المنبر. نعم. إن شاء الله نكون المنبر اللي الناس بيحبوه أن نقول الدكتور قدم نموذج لطائرة. إن شاء الله نعم. مش ممكن رادارك شفة وممكن أن تكون ذات. في الرادار واللي كويس فيه انه دولة الرئيس معروف البخيت هو ضابط رادار وهو كان يفهم في الشغلات. كان في جهاز في الرادار اسمه MTI Moving Target Indicator هذا بيعامل الطيارة هذه كسيارة وبلغيها لانه الرادار العسكري بيشوف كل سيارات المنطقة. نعم. فبلغيها على اساسه وبركز على بس الطائرة الحربية والطائرة العادية. دكتور انت بعد ما كملت الجيش شو الشهادات اللي حصلت عليها؟ والله انا اول شهاده حصلت عليها بكالوريوس في الهندسه المدنيه. من وين؟ من جامعه هيوستن. نعم. وهي من اصعب الجامعات. بعدين خلصت ماجستير انتم بتسموه ماجستير مسميه ماستر في الهندسه الصناعيه واشتغلت على الدكتوراه في المجالين. بعدين حولت الى طبيب والحمد لله يعني انه راح ندخل في هذا المجال لكن نعم. في معانا إنسانة إن شاء الله تكون غالية جدا 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 على أبو بسام. نعم يا سيدي. أكيد غالية مش هيك؟ معانا نعم. أختنا أم بسام. أهلا. تحب تسمع صوتها؟ والله يا طيب أختنا أم بسام يسعد هالمساء. الله يسعد مساك. أهلين أهلين. كيف حالك يا أختي؟ الله يسلمك الحمد لله الله يبارك فيك. يعني بدنا نقول لك اسمعي بدون يعني مجاملات أنت أخذتي أعظم شاب في الدنيا. الله يبارك فيك يا أخذت أروع إنسان في العالم العربي. الحمد لله هاي رضا الله ورضا الوالدين الحمد لله. طيب ممكن تقولي كيف تعرفتي وتعرف عليك الدكتور؟ والله يعني هي قصة قديمة كثير وبعيد كثير بس اللي حصل أني يعني بتعرف المعارف هنا جار إنه الله يرحمه يدلوا علينا هيك بهالزمانات وإجوا وهيك وصار النصيب والحمد لله. طيب عندي معلومة أحكي لك إياها. تفضل. سمعت الوالد بالبدايه يعني ما قبلش كثير. ما قبلش بالدكتور. صحيح عارف كثير واول سؤال سالوا اياه عن عندك بيت خلال 200 متر من بيتي حكى له لا حكى له ما فيش عندي بنات لعن. طب ليش؟ يعني حنون بده يضل قريب مني؟ انا والدتي توفت الله يرحمها وانا صغيره فابوي يعني كنت انا الوحيده بين ثلاث اولاد من والدتي يعني فكثير يعني مثل ما تقول يعني حريص كثير انه ما يغربنا وإشي بس النصيب حكم والحمد يعني ما لله. ما رفض الدكتور لانه بشخصه بده اياك تكون قريبه منه بالسكن. طبعا هو بده يكون قريبه بس حق. ما كانش يفكر انه البعد راح يكون لامريكا يعني. والله حق معه. انت الان بتروح بتيجي لامريكا مع الدكتور؟ والله انا كنت مقيمه هناك بس الي سنه بالاردن هون. انا كنت مقيمه هناك حوالي 26 سنه واجيت قبل سنه وهي احنا مقيمين هلا وهو رايح جاي على الاردن. والله السنة إجانا أربع مرات الحمد لله. والله تحكي لي هيك كزوجة حنونة وزوجة محترمة يعني هيك بدي كلمتين انطباعك عن هذا الرجل المحترم. والله الحمد والشكر لله الحمد لله يعني مش إنه جوزي والله الحمد لله نادر وجوده أب رائع جدا زوج رائع صديقي أصلا هو he's my best friend يعني مش بس جوزي هو صديقي والحمد لله أحلى أيام عمري قضيتها معاه سواء بالغربة ولا هنا علمني كل شيء بالحياة علمني اللغة كاملة والحمد لله يعني I'm so thankful to God and him too والحمد لله وعلمني السواقة علمني التجارة علمني كل شيء بالحياة والحمد لله. لو بدي أنا أسمع كلمة من هذا الرجل المحترم لزوجة محترمة زيك دكتور أبو بسام لأم بسام الزوجة ورفيقة الدرب بدي على الهوى شو بتقول لها؟ والله يا سيدي أنا شاكر لها تضحياتها معي الإنسان اللي بضحي معك في الحلو المر
قصة زواجي بدي فنجان قهوة اللي شربته وسيت قبل ما يعطوه كل العروس ممكن تقول والله رحت عليهم أنا كأمريكي أي سنة تصرفات أمريكية في 85 نعم فرحت عليهم بدل ما أخذ جاهة وأروح والقهوة ما أشربها رحنا عليهم هناك لا جاهة ولا شيء قال لي شو بدك قلت والله أنا بدي أطلب منك عروس طبعا صرت شرب القهوة انتهت العملية فلما شربت القهوة كأني حسيت أنه قال يس فقال لي أنت ساكن 200 متر من هون قلت له قال ما عنديش عروس الله يسهل عليك والله يا أخي أصريت أنا من النوع اللي أصريت يعني خلص عندك عام تحدي أنصر فتذكرت أنه سيدنا الله يرحمه الملك حسين كان يجي عندنا هيوستن كان هناك نعم على أمريكا في يوم من الأيام قال لي إذا بصير معك أي مشكلة مر علي تعال عندي في علاقة كان في علاقة رائعة في علاقة والله أعطاني ساعة كمان طيب فقلت ليش ما أنا أروح على الملك وأشوف بكي أبوها حن علي حن علينا طب أنت صممت عليها؟ خلص صممت اسمع يوم بسام صمم عليك من ذاك اليوم فروحت كان في واحد اسمه فواز أبو تاي قلت له احنا بنتابع أخبارك ترى تفكرش نعم فكنت مسوي لهم مناسب في هيوستن نعم شايف فقلت له يا فواز بدي مساعدة قال قلت له بدي أشوف الملك قال ليش قلت والله هيك هيك قال تعال شوف فراح قال له عادل هيو هون قال فوتوا والله فوتنا حكيت له قلت له هيك هيك قال اسمع بكتب لك شيك بمليون ليرة بس ما تجبرني أو تسألني أني أخلي شخص يسوي يعني أجبره أنه يزوجك بنته لأن هاي شغلة مش من اختصاصي نعم بعدها زي ما تقول تأثر من الموقف رجع عليهم ونقول إحنا بنشتغل شغلة دبلوماسية شغلات دبلوماسية فشو رايك نعملها من ناحية دبلوماسية حكى مع الشيخ سعود القاضي نعم قال له بدي منك معروف تبلش في القضية قالوا خليه يجيني فروحت عليه هناك وكان في عنده قضاء يعني بسويه نعم. حكيت له قضاء عشائري حكى مع أخو جده هو الشيخ العشيري تبعه نعم قالوا والله إذا يعني بتعمل لي هالمعروف اعمل لي المعروف هذا إذا ما بتعمل معروف عندي 22 بنت أنا أعطيه واحد من بناتي ومرسيدس معها نحن ما قبلت أنت يا معروف فأنا فكرت في العملية قلت ممكن هذا تكون أحسن صفقة إلي بس طلعت أم بسام الصفقة أحسن صفقة نعم. يعني لما بيكون الله يرحم الملك حسين اللي توسط لك هذه أم بسام يعني لا والله يعني هذا حالة استثنائية والله نعم لكن بيستحق أبو بسام الدكتور بيستحق أنه يعني تكون أم بسام شركة حياته الحمد لله أخت أم بسام نتمنى لك كل توفيق والله الله يسعدك وأنا فرصة سعيدة حكيت معك وبشكركم كثير على هالبرنامج والله يديمكم يا كل رب كل الاحترام بدنا ناخذ أختنا نادية مصطفى تغلبنا يعني غلبناك الله يخليه وديمه لنا يا رب وديمه للشعب الأردني كله الله إن شاء الله أنه الله بشفيهم على يد الله ويده يا رب جميعا بارك الله فيك شكرا يا أخت أم بسام أختنا نادية مصطفى تأخرنا عليك تحملينا مساء الخير يعطيك العافية مساء الخير كيف حالك ستي الحمد لله الله يسعدك يا رب بشكرك وبشكر البرنامج والله الله يخليك تفضلي الله يسعدك بدي أسأل الدكتور أبو بسام والله عندنا أخوي فجأة بطل الدم يضخ لعظمة الفخذ من فوق عيدي بعيدي خلص مع الدكتور أخوي محمود مصطفى نعم بطل الدم يطلع لعظمة الفخذ من فوق وعرضناه على أكثر من دكتور فرحت إنه ما إله علاج وهذا سبب له قصر 3 سنتي بالرجل فكنا حابين نعرضه على الدكتور إذا ممكن بدي أذكر أنه أنا اختصاصي العمود الفقري اختصاص أعصاب وعظام وعضلات الشيء الثاني أنه أقدرش أشخص حالة الشخص بدون ما أطلع على المختبرات اللي حصلت له على الرنين على التاريخ الشخص من البداية احنا معانا مجموعة من صور الأشعة والرنين وهيك فكنا نعم. حابين نعرضها حضرتك بس ما نعرف وين نلاقيك والله بعون الله بكرة أنا في قم وقميم الخميس والجمعة والسبت في الكرك معان والطفيلة وبعديها متجه إلى الشمال إذا بتجوني أهلا وسهلا بحب أني أشوف الشغلات قدام وجهي إن شاء الله بعون الله يعني وإن شاء الله بعون الله أنه مساعد بمثل ما ساعدنا الآخرين يعني أتمنى كثير لجهودك أختي من عمان عشان هيك أختي الكريمة خلي تلفونك عند الإخوان عسى أنه الله سبحانه وتعالى نقدر نساعدك شكرا لك في اتصال طيب الآن رحلة اغتراب يا دكتور 44 سنة وأنت في أمريكا نعم يا سيدي شيك نعم
في امر اخر بدي اقوله، امريكا في شيء صاروخ، موضوع صاروخ، انت كمان عملت فكره صاروخ هذا مره، انا فكره مدفعيه، يعني هذه الافكار اللي بتجيك ليش ما عم تستغل من الدوله الاردنيه؟ احنا بدنا نستغرب فعلا، وهذا السبب. سبب تفضل. هذا السبب انه مجتمعنا ما في صناعات، ما في. كنت اشتغل في شركه اسمها كينويند اكويبمنت للنفط، نعم، وكنت اطلع على الاجهزه اللي كانوا يسووها، كنت احس بحزن انه احنا في الاردن عايشين في صحراء عطشانين وواحه ضخمه حوالينا. كنت اتمنى هاي الصناعات اني انا انقلها للاردن. ف يوم من الايام كنت قمت بتجربه صاروخ صغير، فحكيت لقائد اللواء، قلت له وانت بالعسكريه؟ وانا في الجيش، فقلت له في صاروخ صغير بدي اطلقه هسه، اذا بتقدروا تختفوا او توصوا شوي، ديروا بالكم. مين كان قائد اللواء بالله؟ الله يرحمه اسمه عمر بيضين. نعم. فزي ما تقول يعني زعل ليش انه قائد اللواء يروح يختفي، يعني اثرت فيه وبدون ما سويت، يعني بدون ما علمهم، بدون السماح منهم. فالصاروخ انطلق واخذ خيمه. يا سلام. والله. قديش كان مدى؟ والله المدى يعني لو الخيمه ما لقطته مدى كويس، بس بتعرف الانسان كيف بدك تصل الى مرحله بدون تجارب؟ بدك تعمل تجارب. شو كانت النتيجه بالله؟ والله نتيجه الخيمه ولعت كمان، والنتيجه رحنا على المحكمه، اخذونا على المحكمه العسكريه، حاكموك. حاكمونا، طلعت من الجيش يعني ملحوق من المحاكمات هذه، بس ما اوقفتني عن انه اسوي ابحاثي. وفي كان عندنا فتره اخرى. انت بال 75 تقاعدت؟ نعم. قديش كانت تقاعدك بالله؟ والله تقاعدي كنت راتبي 25 بس تقاعدي 51. 51 فيعني تقاعدي كان احسن من راتبي. شايف؟ واحدى اللحظات ايضا كان في مدفع عليه 4 سبطانات. ومرت طائره اسرائيليه من فوقي، ما اشتغل المدفع. فحسيت بحزن انه 4 أو 5 أعداد على المدفع هذا. فروحت على المدفع فتحته وفصلت الجير تبعه على اساس يصير يتحرك ويجي. ربطت خشب على واحد من المدافع وسويت له زند. برضه رحنا على المحكمه، اخذونا على المحكمه هناك ليش تفتح المدفع؟ فكانت يعني مؤلمه الشغله الي، يعني كنت ما استلم راتب. بس كل محاكمات؟ كل محاكمة يخصم علي شهر شهرين راتب. طيب يعني ليش؟ لو سألت نفسك بصراحة. لا سألت نفسي إنه خوف، ما في عندنا لشيء إنه جرب تعمل لبلدك، تعمل تتحرك تعديلات. فلما قدمت الطيارة هذه كمان ما في كان تجاوب من جماعتنا. تعتقد لو ظروف الآن قدمت ممكن إنه في عميد الله يرحمه قال لي لقد أسمعت من ناديت حيا، ولكن أسمعت من ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. قال لي أنت بتضيع وقتك. تألمت أنت؟ والله تألمت، لأنه أنا بدي بلدي تكون بلد صناعي، وعندنا القدرة، وعندنا يعني عندنا التعليم. شايف؟ أنا يعني بتمنى إني أخلق هذه. طلع على الصين، طلع على كوريا. أمريكا الآن في مرحلة تحطم صناعيا، لأن الصين أخذ الصناعة منهم، كوريا الآن تأخذ الصناعة من الصين ومن الولايات المتحدة. طيب بتعرف حاب أرجع بس لطفولتك بالكرك، وبدي أتذكر بعض الزملاء اللي حتى إحنا إذا كان ناس بيستمعونا نرجع 50 سنة، يعني 60 سنة لورا. أنت عمرك 55 سيدي هسه؟ لا والله عمري 67. الله يعطيك الصحة. شكرا. نعطي نرجع شوي، بتتذكر زملاء الدراسة كنت متفوق بالمدرسة؟ والله الحمد لله نعم، لان انا بعرف كل دوراتك الداخليه والخارجيه كلها الاول كانت. كنت الاول حتى في الولايات المتحده. طب في الولايات المتحده بيقدروا هذا الشيء لما تكون متميز في تسهيلات لك؟ ما كانوا يتوقعوا انه دوله ناميه الاردن انه يجي ضابط او عليهم ياخذ الاول في دوراتهم. نعم. يعني الملك قال لي رفعت راسي انه تروح على الولايات المتحده وتاخذ الاول عليهم على دوراتهم. يعني كانت علاقتك بالمرحوم الملك حسين؟ الله يرحمه. والله يا أخي إنسان رائع. نعم. إنسان ما بتحس إنه هذا ملك. نعم. كنت حط إيده على كتفك يقول له كيف حالك وشلون وين أنت وليش ما بتجيني. طب تعرف في جلسة يعني كان فيها شاه إيران فسألوا أنت ملك الملوك؟ قال لهم نعم أنا ملك الملوك. الملك حسين شو قال لهم لما؟ والله بتذكر إنه حدث، جابوا شاه إيران وقالوا له أنت ملك الملوك؟ قال نعم أنا ملك الملوك. نعم. إجت باربرا وولترز هي نفس اللي سألت شاه إيران، سألت الملك هذا السؤال،
وبتعرف يخجلوا هيك بحط ايديه بجنب بعضهم. قالت له انا